في معلمة فاضلة في المدرسة اللي أنا بشتغل فيها قالت جملة جميلة قوي، قالت مواقف حياتنا لابد أن نستخلص منها فائدة. الجملة دي أثرت فيها بشكل كبير جدا. أوقات كتير بتمر علينا مواقف غريبة ومواقف صعبة جدا، حتى بتكون صعبة لدرجة إن إحنا ما بنقدرش إن إحنا نستحملها، بس على الرغم من صعوبتها بيكون دايما المواقف دي فيها دروس كتير جدا ممكن نتعلمها. بس للأسف معظمنا بيسمح المواقف دي بأنها تعدي من بين إيديه من غير ما يتعلم منها درس جديد يفيده في حياته أو يساعده إنه يطور من نفسه. طبيعة عملي كمدرس بتخليني أشوف مواقف كتير كل يوم، من أطفال، أولاد كبار، أو حتى مدرسين زملاء. كل واحد منهم عنده حكاية وعنده تجربة بيعيشها، سواء كانت التجربة دي جيدة أو سيئة. لو جات لك الفرصة إنك تعيش التجربة دي أو حتى تسمع عنها، فأنت لازم تتعلم منها حاجة تفيدك في تجربتك أنت الخاصة. امبارح كان يوم صعب جدا ومختلف على ناس كتير جدا، الحمد لله أن أنا مش منهم، لأن ببساطة كل أيامي صعبة، بس ده مش معناه أن أنا ما تعلمتش منه حاجة جديدة، لا بالعكس أنا تعلمت منه كتير قوي. اليوم بدأ عادي جدا زي أي يوم دراسي عادي، بس أول ما الناس بدأت تمشي والولاد بدأوا يركبوا البساطة عشان يروحوا ابتدت المشكلة. وكان سبب المشكلة دي هو الأمطار والسيول الشديدة اللي كانت مبهدلة وغرقة معظم الأماكن. الطرق كلها كانت واقفة جدا ومعظم الناس روحت بيتها متأخر جدا جدا. المشكلة الحقيقية مش في الأفراد المسؤولين عن نفسهم بس، المشكلة الحقيقية كانت في الأولاد اللي مروحين من المدرسة، الأطفال الصغيرين اللي لاجئين في البساط ومحجوزين في الزحمة ومش عارفين يروحوا، الستات والبنات اللي مش عارفين يروحوا بيوتهم لأولادهم والأهاليهم. أنا مش هطلع زي معظم الناس وأقول قد إيه إن بلدنا وحشة وإن هي ما عندهاش استعداد لتلقي الأزمات والكلام الكبير ده. الهدف من الفيديو ده إن أعرفكم قد إيه إحنا كبني آدمين ضعاف جداً، وأي حاجة حتى لو كانت صغيرة ممكن تأثر فينا وتأثر في شخصيتنا، ده بس في حالة لو كنا لوحدنا. لكن لو كنا مع بعض إيد واحدة بنتضامن مع بعض بنشارك بعض قلبنا على بعض، ساعتها هنقدر نتغلب على أي مشكلة تواجهنا. خلينا أديكم مثال بسيط. في وسط الأزمة اللي كنا فيها امبارح بسبب الأمطار والسيول، معظم الزملاء كانوا متابعين الأولاد والناس اللي ما وصلوش بيتهم لحد 11 و12 و1 بالليل، وكلهم كانوا مهتمين إنهم يطمنوا على بعض إنهم وصلوا بيتهم بخير وسلامة. إحنا مهما كنا ضعاف ومهما كنا فقراء ومهما كانت ظروفنا صعبة، بس كان عندنا أمل وحب وتعاون ورضا، ساعتها هنقدر نعيش ونكمل ونحارب صعوبات الحياة من جديد. لكن مع آخر ضوء شمس الأمل جوانا هيروح معاه آخر نفس عمر. عشان كده لازم نفضل إيد واحدة، نتعاون مع بعض، نحب بعض بدون شروط أو قيود وبدون مقابل. ده لو عايزين نكمل حياتنا ونقدر نعيش.